سيقولون الملك محمد السادس هو من حاول اغتيال عبد المجيد تبون. مع العلم العصابة حرب طاحنة فيما بينها من أجل الحكم. صدمة لعبد المجيد تبون أنهت على كل تطلعاته لقضية الصحراء المغربية. ذهب إلى رئيس حتى هو كبران من الكبرانات، السيسي كبران من الكبرانات. هل تسمع يا صديقي؟ رئيس يشتري طائرة بتلك الثمن من أجل رحلاته المافيوسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الأعزاء، في هذا الفيديو المهم والعاجل والحصري في محاولة إنهاء حياة عبد المجيد تبون واغتياله في الطائرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قبل أن نذهب لندخل في صلب الموضوع، إخواني لا تنسوا الصلاة على رسولنا الحبيب، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والتعليق ليصلكم دائما جديدنا. إذا إخواني ندخل في الموضوع لنريكم هذا يعني لايف مهم وكشف حقيقة ومحاولة اغتيال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. إذا نبدأ. تقريبا هاربا من الجزائر، كان منزعج جدا بزيارة ماكرون إلى المغرب اللي راح يعلن فيها يوم 27 أكتوبر. كان خرج من الجزائر عبد المجيد تبون، خرج كان منزعج جدا بزيارة ماكرون إلى المغرب اللي راح يعلن فيها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء إلى آخره. يعني شعار تبون وكأن ماكرون تلاعب به 7 سنوات، 6 سنوات تقريبا، يعني داخلين في العام السادس. وتبون كان يمدح ماكرون وكان إلى آخره، إلى درجة أن ماكرون ما كانش حتى يكون في الجزائر المجاورة للمغرب في هذه الأيام، فراح قالوا يروح يشوف السيسي. لكن راح دار فضيحة هناك، مش فضيحة بالنسبة لهم هم، فضيحة بالنسبة فقط للجزائريين اللي كانوا يعتقدون أن هذا النظام مع غزة. زيارة الإخوان، باش نهضروا في هذه القضية، زيارة ماكرون للمغرب كانت أكبر صدمة لعبد المجيد تبون، أنهت على كل تطلعاته لقضية الصحراء المغربية. في محاولة لتبون لتهدئة الوضع ومحاولة صنع شيء، ذهب إلى السيسي، ذهب إلى رئيس حتى هو كبران من الكبرانات، السيسي كبران من الكبرانات، وكبران عبد المجيد تبون ذهب والكبرانات، يعني عصابة إخوان، العصابة تدعم بعضها البعض كما قال محمد العربي الزيتوت في هذا اللايف، هذا المناضل الحر. وهنا أكد أن عبد المجيد تبون لا يدعم قضية غزة وفلسطين كما يدعي في كثير من تصريحاته. فضح نفسه بنفسه. عبد المجيد تبون خسر أموالا طائلة على ماكرون وعلى فرنسا من أجل فقط اعترافها ب وهمية البوليزاريو، وماكرون ضحك على عبد المجيد تبون، لم يضحك على الشعب الجزائري بل ضحك على عبد المجيد تبون. وتبون الآن أصبح كالأحمق يدور ويتجول عند العصابات، ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل. ذهب إلى عصابة، إلى كبران أكبر منه، إلى السيسي الذي حتى هي يعني الأوضاع في مصر تعيش أوضاع مزرية. سيأتي اليوم الذي سوف نتكلم عن قضية السيسي وقضية حكمه. الآن سنكمل الفيديو ونعلق عليه. واعترف وقال للسيسي انت تدير غزة وما كاش مشكلة، انت والدول الصديقة والشقيقة، ومن بعدها راح لعمان. لكن قبل ما يروح
كادت الطائرة نتاعو أن تصاب بحادث اصطدام، بحادث اصطدام، واضطروا إلى أنه قعد في الداخل، كان هناك حالة واش نديروا إلى آخره. فدا طائرة اضطروا أنهم يغيروا لابيست اللي كانت فيها طائرة تبون، واللي بالمناسبة بعض مازال متأكدش من هذه المعلومة، لكن فقط راح نقولها لكم وراح نرجع لها فيما بعد. قالوا في من راسل قال لي أن هذه الطائرة استأجروها، يعني فأنا مش عارف فيش استأجروها، لأن كانت هناك طائرة تاع بوتفليقة، طائرة مشرية بدراهم جزائريين حوالي 370 أو 380 مليون دولار، كنت علقت عليها قبل حوالي 10 سنوات. هل تسمع يا صديقي رئيس يشتري طائرة بتلك الثمن من أجل رحلاته المافيوسية؟ هل تسمع الأثمنة؟ لكن للعلم أن محاولة اغتيال عبد المجيد تبون سينسبونها إلى المغاربة أيضا، سيقولون الملك محمد السادس هو من حاول اغتيال عبد المجيد تبون، مع العلم العصابة حرب طاحنة فيما بينها من أجل الحكم، من أجل البقاء في الحكم. وكثير من المرات كما قال أمير ديزاد المناظر الحر في كثير من اللايفات، يحاولون الإنهاء على عبد المجيد تبون، لأن هناك في العصابة منقسمة قسم مع شخص وقسم مع تبون. هناك من يحكم على عبد المجيد تبون يا صديقي لتعلم، لهذا هم يحاولون الاغتيال وإنهائه ليصنعوا رئيسا آخر بمتطلباتهم أخرى جديدة، لتعلم فقط. نكمل إخواني اللايف. الرئاسية تاع بوتفليقة هل تباعت؟ هل راهي خربانة؟ ماذا حدث لهذه الطائرة؟ المهم اللي راسلني قال لي أن الطائرة تم استئجارها، لكن راح نرجع لهذا الموضوع إن شاء الله في قادم الأيام عندما تأكد من بعض المعلومات. لكن هذه الطائرة المهم انطلقت كما قلت وكانت باش تطير، لكن قعدت 20 دقيقة وهي في لابيست، وكادت تصطدم بأسراب نتاع الطيور، سراب تاع الطيور اللي كانوا في الطريق نتاعها. يعني كانت مشات في لابيست، وهي في لابيست كانت الطيور في نفس الخط، فالطيار ما ضر، لانه لو كان يقلع ممكن يصطدم بطيور، وكاين طيور تقدر تسقط طائرات يعني مش او تحدث فيها قلق يعني، فاضطروا تغيير لابيست. ما هو المشكل؟ المشكل قال لك انه وهذا دليل على حالة التسيب اللي صاير في البلاد. رئيس دولة يا اخواني يقلع بطائرة توقفها الطيور، حتى قبطان او سائق الطائرة ليس لديه خبرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سائق الطائرة ليس لديه حتى خبرة في الجو وفي إقلاع، وهو يقلع برئيس دولة كما قال الأستاذ محمد العربي زيتوت، حالة تسيب في الجزائر. لتعلم يا صديقي من يحكم في الجزائر، هم مرتزقة فقط لا يقدمون شيء. كثير سيقول أن هذا الحادث عادي وكذا وكذا، لكن في داخل هذا الحادث هناك محاولة اغتياله في الجو من الجزائر، ليس من المغرب يا صديقي، لأن المغرب ليس لديها شأن في اغتيال عبد المجيد تبون، لأن حتى لو اغتيل عبد المجيد تبون سيأتي تبون آخر، كما أنهي على بوتفليقة وجاء بوتفليقة آخر هو تبون الآن. نكمل ها بعدين.
جزء. خلينا نقرأ المترجم أحسن باش ما نضيعوش الوضع في الترجمة. sa piste et de prendre une autre piste pour pouvoir décoller en toute sécurité grâce aux effarocheurs. En 2017, la SGSIA, aéroport d'Alger, avait conclu un marché avec la société française Stella Advanced Solution Maker pour la fourniture et la livraison de 17 effarocheurs. باش ما تكونش في طريق الطائرة وهي تطير. نحن نعرف أن الطيور يطيرون إلى حد معين، يعني ما يطيروش أكثر من ربما 800 متر أو 1000 متر في الأجواء. وبالتالي الخطورة، كل الخطورة هي عندما تكون الطائرة في النزول أو في الصعود، لأنها من بعد راح تصعد إلى 10 كيلومتر، إلى 10000 متر أو 11000 أو 12000 متر في الجو، وبالتالي تكون المهم إخواني أنهم حاولوا تخبئة واقعة اغتيال عبد المجيد تبون من طرف عصابته، وحاولوا أن يوجهوها إلى الطيور، لكن هي الواقع أنهم حاولوا إنهاء عليه، لأنهم علموا أن بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء انتهى الوضع، خلاص انتهى كل شيء، وآخر أمل كان لتبون والعصابة ماكرون باعهم وانتهوا. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذن تحياتي لكم أيها المتابعين الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وتعليق بكل صراحة على محاولة اغتيال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكبران. إلى اللايف الفيديو القادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.